ابراهيم يونس نائب رئيس اتحاد الجاليات المصريه في الرابعه. طبعا انا يسعدني ان انا اشارك في الرابعه للمؤتمر التسليم في الخارج النهارده اللي طبعا بشارك فيه بعض الساده الوزراء المعنيين بالقضايا المصريين في الخارج طبعا تحت رعايه معالي رئيس الوزراء الدكتور مستعان مهندس مصطفى. انا طبعا يعني جيت عشان اسمع بالذات بكل ما يتعلق بالتعليم او كل ما يتعلق بالاقتصاد، لان طبعا قلبنا دايما يعني ينقض بالشارع المصري وكان في مصر او حتى في الخارج. بالنسبه لنا طبعا احنا بنتابع على طول وعايزين يعني كلنا طبعا داعمين للدوله المصريه نحاول بقدر المستطاع يعني نستثمر في الخارج، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نكثر التحويلات الى الدوله المصريه، خلاف ذلك نشغل هذه التحويلات، يعني ما تبقاش تحويلات المصريين في الخارج فقط ولكن تبقى تحويلات تتحول الى استثمار، يعني ما تبقاش للاسره او في البنوك، نستثمرها بحيث انها تدوم على طول وتستمر كتحويلات او كاستثمار لغيرنا. فيما يتعلق بموضوع التعليم انا كنت عايز اعمل مداخله دلوقتي فيما بموضوع الامتحانات اللي بتعقد حاليا اونلاين يعني الكترونيا. هي طبعا فيها بعض الصعوبات على الاسر المصريه، فيها بعض الصعوبات على الطالب. طب ايطاليا بس قصدك؟ في ايطاليا؟ نعم في ايطاليا الامتحانات دي في ايطاليا دلوقتي؟ في ايطاليا انا في ايطاليا. وبعدين حتى يعني معظم الدول الاوروبيه نفس الموضوع. طبعا هو يعني الطالب يعني عايز يكون في حاجه وسيله سهله انه يمتحن بيها. طبعا موضوع الاونلاين حلو جدا، الموضوع الالكتروني ان احنا نمتحن اولادنا يعني بدل ما نروح القنصليه او نروح مكان بعيد، كل واحد يمتحن في بيته، شيء جميل جدا جدا جدا، منظومه رائعه. ولكن الشيء الوحيد اللي انا اتمناه ان تكون بس فقط لا غير السيستم يعني شغال على طول، لان طبعا الانترنت مش موجود في كل الدول زي بعضها، ويكون طبعا في وقت شويه يكون وقت اضافي للطالب انه يقدر يحل، او يكون في فتره سماح انه ممكن لو ما نجحش المره دي يعني يمتحن مره ثانيه كدور ثاني في بنفس الترم الاول. فانا يعني سعيد جدا بهذه التحولات الكثيره اللي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده. طبعا وجودنا في المؤتمر يعتبر حلقه تواصل وتواصل مباشر مع الساده المسؤولين، خاصه ان وزاره الهجره يعني بتقوم بدورها المنوط بشكل ايجابي جدا جدا، وقدرت الوزيره بصراحه انها تحصل على كم من المبادرات الرئاسيه العظيمه اللي ممكن تفيد المصريين في الخارج. يعني مثلا حتى لو وصلنا لمبادره مراكب النجاه، المبادره دي جميله لانها بتساعد على يعني عدم ظهور موضوع الظاهره غير الشرعيه ان احنا بنحاربها، لان الدول الاوروبيه بتعاني من ذلك، واحنا طبعا مش عايزين نظهر بالصوره اللي هي تكون يعني مصدره للمصريين للهجره غير الشرعيه. فموضوع يعني مراكب النجاه بتكون طبعا يعني عباره عن بديل للهجره، فيها طبعا تدريب للشباب، فيها خلق فرص عمل للشباب، فيها يعني برضه مشاريع صغيره وقروض ميسره للشباب ان بتغنيه عن يسافر للخارج. وبعدين حتى لو سافر للخارج تبقى عماله مدربه طبعا الدول الاوروبيه بتفرحها بيها. فدي حاجه كويسه ان احنا يعني بنكون حريصين ان احنا نتابعها على طول ونستمر في ان احنا نشتغل في هذا الطريق، لان بصراحه بيكون فيه فعلا محاربه للظاهره اللي هي الشرعيه. وبعدين طبعا احنا بنحاول نكون على تواصل دائما مع وزاره الهجره اللي هي مستقبل اولادنا وصغارنا. الحمد لله احنا شايفين الوضع كله على الاورام، واتمنى ان شاء الله يكون في تقدم اسرع واجمل بعد الانجازات العظيمه اللي احنا شايفينها. تمام، شكرا جدا لحضرتك.